ما بتكمل الجلسة من دونا وما بتحلى إلا بوجودها. الليلة عم نعمل وعم نكون احنا وياكم بحلقة خاصة بعيد الأم، حلقة سبيسيال منحيي فيها عيد الأم بكل محبة وتقدير لكل الأميات يلي عم بيشوفونا، يلي بيفتخروا بولادهم وبيحبون، لكل الأميات يلي غادروا هالأرض وتركوا بهالأرض ناس ورجال وستات، إن كانوا فلاحين أو مزارعين أو رجال دولة أو ناس منفتخر ومنشوف حالنا فيهم. كل عيد وأنتم بخير. لكل أم ولأمي بقلها شكرا لأنه علمتيني أنطق، عطيتيني قلب، من فيض القلب بينطق لسان. كل الاحترام لكل الأميات ولأمي. حلقة جديدة لكن رح تكون سبيسيال. ببداية هالحلقة رح نستقبل ضيوف ببداية الحلقة بطريقة حلوة، نستقبلهم نزقفلهم أميات وشاب هيك صغير مهضوم كتير. رح نبلش نستقبلهم. أول شي ماما نادية، زقفة كبيرة لألها. ماما سامية وريان سنان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مساء الخير. ماما نادية كيفك؟ الحمد لله. ماما سامية كيفك؟ ينعاد عليكي. الله ويعليك. ريان وين؟ ما جيت لعندي عملت لي هيك. تعال تعال عندي من هون هيك هيك. أيوة بروم بروم. ريان شاب كتير مهضوم ولذيذ وحلو وذكي. هلا بعد شوي رح تعرفوا ابن مين. ما هيك ريان؟ متفقين أنا وياك الليلة؟ ما نعيد الماما الليلة؟ نعم. مبوسة؟ نعم. أوكي. تفضل ريان عود هوني كان نبدأ نحييكم. نادية طويل، إذا بدك تعرفينا عن ابنك هيك بكلمة صغيرة، شو بتقولي عنه لابنك؟ شو بقول أحلى شيء دي الضحكة عن جد، لأنه بس ينقال اسمه بتضحكي من قلبي قد ما قريب للقلب. مرسي. شو بتقولي عنه؟ من لطفة. شو بتريد أحكي عنه؟ بدك هيك شو بتلخصي لخصي بكلمة، شو بتقولي عنه لابنك؟ ابني كتير منيح وحنون ومحب كتير، وبيزرع البسمة بقلب الناس. بيزرع البسمة بقلب الناس. بحب يضحكهم دايما. وانت كمان هيك بتعيشي معه بالبيت بيضحكي؟ يعني تقريبا مفرح لك. مش دايما. مش دايما. مش دايما مفرح لك قلبك وبيضحك. يعني اوقات بيعذبك. ايه بيعذب. ببكي اوقات. لا 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 ببكي دموع 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 الفرح. دموع الفرح. ساميه شو بتقولي عن ابنك اذا بدنا؟ راضي عليه؟ راضي عنه؟ كثير على طارق. طارق محب صادق وحنون ومتسامح. هيدي هي ما بحبها فيه. ما بتحبي انه هو متسامح؟ بيسامح كثير. ايه ليش ما بتحبيها؟ لانه بيسامح لدرجه كثير كثير كثير، يعني ما عنده حدود. لا يعني كثير بينأذى وبيسامح. بيسامح بالأذى. بس انا معلش رح اقول لك، انت ام وانت مفضله وكل شيء. انا مش انا لازم اقول لك، بس انه ما بيصح الا صحيح. لا في حدود. في حدود توني. في حدود وخاصه معه. من خوفك عليه عم تقولي هيك. بس انا مع الانسان يكون كله قلب قلبه. ما في اطيب منه. ما في احن منه. ما في اهنى منه. ولك في انت احن منك ليش؟ سامية انا بدي اقول لكم انه بحبها كثير. هلا بنحكي بعد شوي قديش كمان هي كانت تتابعني وعلى طول توصل لي الكلام الحلو وتحكيني هيك بطريقه بعدني. ولا اروع من هيك بعدني. ريان سنان شو بتقول عن الماما؟ انا بقول انه هي احلى ام بالعالم، وبدي اقول لها مرسي. بدي اقول لها مرسي وكمان بدي اقول لها مرسي قديش اهتمت فيه وعطتني كل الحب تكبر وصير شاب. لك انت اطيب شاب واحلى شاب. زقفة كبيرة لريان. انت هيدا كلامك حلو ولطيف ومهذب. ان شاء الله شي نهار هيك بتاخد محلنا، بتصير كمان اعلامي وبتعمل الي ابي عاد بيقول لي يا ريت من هلا بتاخد معقول يا الي. شفت ريان من هلا بيحكي المخرج الي ابي عاد انه بتاخد محل. نحن بنحبك ومبسوطين فيك. لحتى نستقبل هلا ضيوف لنقول شو رح يحكوا هن عن امهاتهم، باي طريقه بيحكوا عنهم وكيف بحبون بيردون وبكفون كمان بالحب لامهاتهم. نستقبل بزقفه كثير كبيره الممثل والمقدم وسام صبار. ممثله ماجي ببصر. الممثل والمقدم طارق سويد. ماما هيدا اوقات بزعلك طارق سويد. ام
اسمه سامي يا حبيبي. مين ماما هونيك؟ امك هونيك حبيبي. الله ما يحرمني منك يا حبيبي. هونيك امك يا حبيبي. حبيبي يا طالي حبيبي، شو هالعيد الحلو حبيبي. كثير مقصر صح. اه هون خلي لك اياها طارق. وسام وطارق وماجي بغصن ضيعته شوي بالنسبه لل شفتك عم بوس امه لطارق وبوستني الي ضيعت اول شيء بال انا بدي اقول لكم انه هي صحيح انه حلقه لعيد الام بس كانت مناسبه انه طارق سويد ووسام صباغ بهالحلقه واميتهم موجودين. مش مزبوط انه يكون بعد في شيء هيك سوء تفاهم بين بعض. احلى جلسه صلحه بين هالاثنين، مبروك الصلحه. لانه كنتوا عم نحكي هلا بطريقه جديه، ما كنتوا ايه هيك فطور صغير اماتنا مش عارفين. هلا عرفوا بس مش حيكونوا راضيين. كان في فطور بيناتهم صراحه. احلى جلسه هي هلا جمعتهم اتصالحوا. هن هيك دائما مثل الفار والبسان على على فكره. ويلي 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 صلحنا انتم وماجي. اه نحن وماجي فاز. ها باو صباح اخذت كان مبروك. لا بس هالمرة الحق علي انا. لا لحظه رجع عيدها. لا مش تضرب عمون معروف شو انا خدع. لا بمحبه باوس صغيره معلش بمحبه. احلى جلسه بتصالح وسام صباغ وطارق سويد. سوء تفاهم وما رح نحكي عنه بالتفاصيل بس انه سوء تفاهم. ماجي انت احلى برموش ولا بلا رموش؟ كيف بدك تسأل ريان؟ ريان المامي كيف احلى برموش لما تحط ولا بلا رموش؟ مع الرموش. ليه؟ لو مره لو كنا بالبيت هي كانت عم تحط ميك اب قلت لها حطوا الرموش. قلت لي ليه؟ قلت لها انه شكلك احلى معهم لانه كمان بيبينوا شوي اكبر. بيبينوا شوي اكبر الرموش واحلى بتطلع. بتحب يعني ما بتحب انه شي نهار تطلع وناسي الرموش تطلع مع رموش عطل. يعني انا بدي اقول انه جمالي طبيعي وما بحط ولا شيء فضحني. الحمد لله وصل لابنك خذوا اصراركم من صغاركم. من بلا رموش ممكن ما يعرفها. ها مين مين انت؟ خالته. خالته من ماجي. من حوالي اسبوعين ضيعتي ريان. ضيعت وين؟ هيدي تاني مره بضيعه. مره ضيعته بدبي وضيعته بالمول. ماشي بلا رموش بدك تكون. لا هو كان زعلان، كان عم يعمل ايس سكيتنج وكان زعلان لانه اول مره هو بحب كل شيء يكون فيه بيرفكت. فنزلين مشين انا ماسكه اخته على اساس وماشي حدد طلعت ما لقيته. عملت انهيار اعصاب لميت السكيورتي كلها والعالم كلها. فهو كان سبقني وراح. انا ضيعت الباركينج هو للسياره اذكى منه وناطرني حد السياره. لبيو محرك زكي لبيو. وسام انا بعرف انه بما انه عم نحكي اليوم مناسبه عيد الام انه بيحبوك كثير الامهات. إيه؟ بتحس بيحبوك اذا إيه والله فيك. يعني مش بس لانه عم بحكي عن ماما او مدام ساميه وين ما كان الامهات روعه علي. كيف كيف كنا بيقدر. سوا على فكره كنا سوا بمول مش من زمان رح اذكركم فيها. فاجت ام هي وبنتها قالت لي مشو بسام بنتي بدها تتصور معك بتحبك بس ما بنعرف على شو. تذكرت وتضايق اول. انا لا لحظ حسيت عم تمزح قلت لها يلا تفضلي حبيبتي تصوري. قالت لي يلا ماما وضلت ماشي. وفي خبريه ثانيه. في خبريه ثانيه لما كنا مره بريستوران في صبيه بدها تتصور معه كان معها خطيبه. ايه خطيبه انبسط. ايه لا انا ماشي قال ممكن تتصور عبطت هيك قال لي نزل ايدك. ويح قلت له يا خي سوري. قال لي قلنا لك صوره بلا تعبيط والله من وقتها بتصور هيك مربط هيك بتكلفش ايديك. طارق صحيح من انت وصغير بتحلم انك تكون مشهور؟ ايه بتحب ليه؟ من انا وصغير بحس انه هلا كنت بحب التمثيل من انا وصغير واعرف انه يعني من انا ودوزيام اوزيام قول بدي اعمل ممثل. بس كان في شغله بعد ما توفى والدي
والماما كانت يعني صبية تحت 30 وحملت مسؤوليتها لوحدنا وهيك، كنت ضل قول انه بدي فرصة لحتى اشكرها قدام كل الناس، وكنت على طول احلم اني اكون واقف قدام المراية عم بحكي جد واحمل فرشاية وقول ما اقول على شو عم باخد الجايزة، بس اقول بالاخر انه هيدي بدي اقدمها للماما. فهلا هي فرصة قدام كل الناس لقلك اني بحبك كثير. من احلى جلسة هيدي مهمة انه طارق اليوم صرت معروف ومشهور ومنحبك ومنفتخر فيه بالكتابة، منفتخر فيك بالتمثيل بالتقديم. مرسي. كمان اليوم سامي عم بيقول لك هالكلام الحلو، منه جديد عليك ابدا، وانا بفتخر فيه كتير طارق مثل ما هو يعني يضل عم بيسامح هيك بنفتخر فيه. وسام صباغ بنعرف انك انت عاده بتقول وسام كلام الحلو الكلام المهضوم اللي بفوت على القلب، بنعرف قديش وسام بينقي هيك كلماته بكل الامور اللي بيعملها الكوميدي من خلال برامجه ومسرحيه التمثيل، بس هلا في كلام في كل الاحساس وسام صباغ محضره لامه. شو محضر لامك؟ محضره لامي ولكل الامهات، ام ماجي وشو امهات ام واماتنا كلنا. هي تقريبا 12 صفحه بس رح اجرب اختصرها. جاي الليله وجاي بحكي عن ام اللي ربتنا وقت كنا صغار، تقضيها خلفي بهالبيت تمشي من كتر شقاوتي الشاب بشعره صار، ساعه العب لها بالمكويه واحرق قميص لبي اف شو كنت قهار، وساعه بالمطبخ اسكب بهالمقلية بدل الزيت كاز وولع لها هالنار، وكان عندي أحلى تسلية أوس حمامات الجيران وكل شي طار، وكنت أبريلها ألم حمرتها بالمبراية وإنزعلها ألم كحلتها والسشوار، وكنت كل ما لاقي شي تخباية ضيع فيها ويفتشوا علي وأعصابها تنهار، ونقي كل ليلة وقت التمساية ألعب بطابي بوجبي بترم نشرة الأخبار. وكبرت وفتت عالم الفن وكنتي وراي، مع انه بي قال لي روح تعلم لك شيكار، وصرت مشهور وبقيتي بسماية نجمة ضواية كلها أنوار، انت اللي طول عمرك مضحاية، انت الأمان وانت مخزن الأسرار، انت يا أمي بظهر كل الحماية ما بخاف بوجودك لو شو ما صار، انت أنفاسي انت روحي وهواي، يطول بعمرك بكل هالاعمار، انت اللي منك هالوسام جاي، صرتي وسام على صدر الدنيا وتذكار، ضلي يا امي كل فرحي وحلاي، وضلي عجبين العمر اكليل الغار. حلو كتير. خلي لك إياها وسام، كلام كتير حلو، بس معلش لو رجعت شوي معك على الصغر لفتني كتير بهالشعر والكلام الحلو، كان عندك هواية حلوة إيه؟ بالنسبة للجار. الجار إيه؟ كنت أوصله حمامته. ليك توني مش حمامته حمامته. لا جيرانكم ما عندهم بقى حمامات؟ لا بشكل عام حماماته يعني. إيه كنا نروح حماماته لجارنا اللي بيربيهم. ايه هلا تلاقى صرت تلاقى بجارك وانت يقول لك بونجور وسام. مكملين احنا وياكم مشاهدين مع الاجواء الحلوه والكلام الرائع للام يلي بتضل بقلبنا وبحياتنا. بعد البريك حلقه خاصه بعيد الام، خليكم معنا. نحن وياكم مشاهدين بهالحلقة الخاصة بعيد الأم. قبل شوي سمعنا وسام صباغ، بالفعل كان حديثه كتير حلو كتير مؤثر. ماجي هيك عم شوفي كنت تأثرتي ما هيك؟ تأثرت لأنه ما كنت حاسة أنه وسام يعني عنده أحساس بصراحة. لا يعني لا 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 ما قصدي يعني عنده يعني هالقد احساس انه هو حساس. يعني صار طلعت هي هالمحبه والموده بين بعض. انه لا معلش وسام انه انت يعني ما في شو اخذي فكره عنك انت، بس يعني ليك لا هي ما قصدها هيك. ما قصدها
بضل بتلاقى ماجي كيف تحكي عنا على الهواء هيك يا عمي والله العظيم ما فيك يا عمي ابني هون بلد. عندي رجال بدافع عني ريان ما في اطيب من الماما معه حق 100% ماجي اذا بدنا نحكي احكينا عن ريان بس اذا بدنا نحكي عن يارا يارا منيحه بتحسي اعقل من ريان هلا ماجي بتبكي بس ماجي عندها احساس يمكن يارا شوي غير عن ريان يارا أقوى من ريان ريان حنون عاطفي يعني مثل لدرجة طارق. مثل طارق كثير لدرجة بحس كأنه صار في مشكلة قد ما هو حنون وعاطفي بكل الأمور يارا هي مصنفة حالها أنه هي برنسس فما بتتخلى عن التاج حتى بالليل هي ونايمة تلبس التاج وبتنام هلأ بيعلم براسة و... بيزعجها مع الفستان فستان البرنسس وبالنهار بتروح بالبيجاما ولا لا كيف هيك عيش ما بتلبس ما بتلبس ابدا بنطلون حتى بالليل يعني بتنام بقميص النوم لان بتقول لي يا مامي انا برنسس يعني والبرنسس ما بتلبس بنطلون فهي مصنفه حالها ريان انت بتنام بتختك بتضل كل الليل نايم بالاوضه عندك ولا بتروح من مش كل الوقت بتروح تترك الأوضة وبتروح ليه؟ بنص الليل من أنا وصغير لهلأ بنص الليل بروح منام تاخد أمي بس لا شو مهضوم وسام عنا هالتعبير سامية بنص الليل مش بربعه يعني بنص الليل بتروح بتنام بتاخد أمي ليه؟ لأنه بحبها لا أنا بحبها انا بحبها كثير بس ما لي عين هلا روني معذب بيقولوا انا يوم ما بيجي بنام حد بفوت انا بفيقه بشيله بنام حد لا في شيء يمكن بال ريان في منك انت بعد ما في بنحبك كثير نحن تعرف هالشيء ساميه مزبوط انه بيروبس عليك بالليل طارق يا ما مفزعني بالليل طارق بفوت على الاوضه ليشوف اذا انا عم بتنفس مش بيروبس ليشوفني انه انا بعدني طيبه ما صار لي شيء هلا انا بوعى دغري اول مره سكتنا ثاني مره سكتنا اول مره تنفسنا ثاني مره تنفسنا شايف انه عم بتنفس هلا اخر مره قلت انا بدي اشوف شو بده يعمل قطعت نفس طلع رجع نزل صار بده يحط دينته ليشوف اذا انا عم بتنفس ما شفت الحريم عم بيهز كثير نقز قال ليش عاده برضو امك لما تنفس بتطير يعني لا بس انه بشوف هيك شيء هيك عم بيهز شوي انه رياته غير يعني انه ما في شيء عرفت هلا مش لازم اصلا من الاساس اعمل كل هالشغله بس انت شو صار ساميه بعدين صرخت صوت بالصوت صرخت وصار هو يصرخ وانا صرخ يعني هو نقزني وانا نقزته قلت له نقزتيني انا طلعت اللي واقف هو انت ما في عايشه يعني عايشه حبيبتي وسام ما تقبل هوني انا بدي عيد ولدتك كثير انا بعرفك يعني من لما كنا كثير صغار يعني صار اكثر من 16 17 سنه بنعرف بعضنا ومن وقتها ما بنسى ولدتك وبحبها كثير كمان لانه بتحمل نفس الاسم سامية فخلينا نعيد ولدتك سمسوم سامية بعيدي قبل ما كمل مع وسام مازال عم تحكي عن سامية اللي بيجمعنا كثير اشياء كلنا الموجودين اليوم بس بيجمعنا انا وياك اسم سامية صح وسامية سامية انا بدي اعيدها لك هديه مني بعد شوي بس قبل وسام انت بتروبس كمان بالليل على شيء ثاني ايه في تروبس هلا هي حادثه صارت انه تغلبطت بمكان شيء معين موجود بالبيت فكرته بقلب الخزانه ففتت لعند الماما وبابا فتحت الخزانه وعملت شيء ما بينعمل بالخزانه لا شيء ما بينعمل بالخزانة ومن وقتها قد ما ارتحت بهيدا الشيء صرت ما بقى أعمل إلا بالخزانة هيك شو بدي أقول لك بتحس حالك محاط بالألوان والأقمش الحلوة شغلة حلوة والله ألوان وهيك فرحة هيك ورطبة إيه مريح بالوضع ورطبة ناديا وسام هو صغير كان يحب اللحمة أبداً ما يأكل لحمة مرة بيو قال له عملنا لحم بعجين أم قال له كل أم قال له لا هيدي لحمة قال له لا لحم بعجين بدون لحمة أكل <تصفيق
يحزن العين يعني. شوي قبل شوي كنا عم نحكي عن ريان هيك قديش بالمدرسة فتح وهيك بتصور وسام هيك كان مدام زكا كثير يعني لحم بعجين بلا لحمة بعده لهلا بياكل لحم بعجين على السات وبنقول له بلا لحمة ايه ما بنتبه تمرق علي ريان خبرنا كيف بتصفن الماما كيف بتشرد كيف يعني كيف بتعصيب قبل ما تعصب بتصفن هيك بتشرد كيف بتعمل بتهز 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 بتكرز توني روق شوي عصبي يا ماما مش لما بعصب بس اصفن يعني هيك شو بتعمل لما تصفن لما افكر هيك بضل هيك كل الوقت هي شفتها اصغر كانت هذا تحت بيتقلدني منيح لا صارت طب كيف بتعصب بتصير اول شيء بتهز فوتوا على النوم كل شيء بس فوتوا على النوم كيف هيك فوتوا شيء بتهز بعدين تعيط علينا انا بعيط لا انا بعرف رح اقول لك شغله ريان نحن بنعرف عن ماجي انه بتاخذ ادوار حلوه وموهوبه وبتمثل وبتغني بس بتهز هاي جديده مبروك الموهبه هاي جديده بس اسأله ليه ريان بليز ماما ماما ليش بتهز انه منجننه منجننه كم مره بقلكم فوتوا على النوم شي 4 و5 يعني مش لازم هيك وينك وين الفرق بيني وبينك ما انا لبنتي فوق ال 150 مره لتبلش تسمع 4-5 يعني كثير مش نورمال كثير طبيعي الطبيعي هو مع انه شاطر بالحسابات بس الاربعه خمسه عنده ضرب يعني شي 10 ضرب شي 10 5 طارق في ناس المشاهدين ما بيعرفوا بيعرفوا عنك بالتمثيل والتقديم وبالكتابه بس ما بيعرفوا عن صوتك صوت طارق سويد كثير حلو في احساس في خامه ماشي اخ في كيف قماشه الجاكيت اللي بيسوي صار هيك شيء قماشه الخزانه صوته مثل قماشه الخزانه طارق بدي اقول لكم انه صوته كثير حلو ومن هو وصغير ساميه امه بتحب تسمعه كثير لان بتقدر هالموهبه فيه بتحب تسمعه عم بيغني ست الحبايب بس في لك شغله كانت تتحبها كثير كانت كل ما فوت على اوضه القعده كانت تسمعها بقول لك كمان بعيد التيتا تكون عم تبكي عم بتفكر تسمع هالغنية وتبكي بس سمعتها من هناك قررت أنا أغني لها إياها هي مقصرة وهيك وقلت لها انبسطت كنت صغير انبسطت إنه أنا رح أغنيها فبلشت غني هيك إنه في يا ربي خليكي يا أمي إيه قالت لي ماتت إيه بس كيف غنيت كيف غنيت طارق معلش يعني كيف غنيت هلا رح أهديها إياها إن شاء الله على كبر يعني الله ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة ويا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا رب دخلك يا حنينة وكلك ما في حبيبة يا ربي خليك يا ربي يسقط يا ربي يسقط هلا قل له توني قل له بس هلا عيط له انه توني وتقبرني قلت له كمان لا خلص الغنيه بيسا بايدها لسامعته تقبرني بس بدي اقول لكم شغله خليني فش خلق لان في كلمه بحب اقولها بالغنيه زمان زمان انا ماشي يلا رحمنون حيال رحمنون بدك تغنيها عن شاب؟ حبيبي فل يحو راح مشي يحو مش هون يحو مشي يحو فل حبيبي وسام راح راح انا استاذ الاصل راح اوعى عمهلة عمهلة ركو تحت خليه ما بدنا اياه طارق تعدنا اياها اخر جمله مو المعروف زمان زمان سهرتي وتعبت قتلو وشلتي همي
بس يا ربي خليكي يا امي شو بدك تقول له الحبايب يا حبيبه حبيبه بدي يعطي رايي يا حبيبه بغيرك شيل الميكرو ريان شو رايك بطارق صوته كثير بشع صوته والعمر بقلك يا بعرف يا حبيبي لما تكبر رح تلاقي بعد اكثر من هالكلمه في غير بشع في اكثر من هيك شيء بس على اساس نحن اخر حبيبه حبيبه مش هيك حبيبه حبيبه طلعي نفسه طلعي نفسه لا لك بعترف طوني عندي مشكله بس بالطلعات اه بس لا ايه يعني هو بغني بس نزلات لا بتطلع لا بالسهله ماشي ما بتنحمل أب... لا مش معقول حالي مش لازم ايه ماتت ايه ماتت ماتت هلا لازم بتصور صاحبتكم رياحه انتم المشاهدين نحن بنرتاح كلنا سوا ريان نرتاح ريان مع امه ماجي بغصن ساميه ترتاح معنا لا مش معقول ترتاحي مع طارق طارق ارتاح شوي عن رح غني لكم تحت الهواء لا لا بلا بريك اذا تحت الهواء بدي غني امه لو وسام مكملين احنا وياكم بعد الان لحتى ناخذ بريك بعد صوت طارق سويد بعد البريك احلى جلسه مع احلى اميات عودي نحن وياكم لأحلى جلسة بمناسبة عيد الأم هالحلقة وسام حكينا عن كثير أمور قبل شوي صوت طارق وهيك بس بس خير أنا يصير معنا فوبيا على الموضوع رح نحكي عن شيء أصعب بعد بالنسبة للجاكيت عيني على هالجاكيت الحلوة من أول حلقة من أول دخولك جاكيت حلوة هدى قالت لي شو هالسجادة الحلوة هدى؟ هدى أزق هيدي من وين وسام شغل مين ولا وين طوني هيدي من رمز من رموز لبنان الفنية الكبيرة استاذ طوني حنا وجهه تحيه هدى سحبت كلامها سحبنا كلامنا بالمزح طوني حنا بتعرف قديش منحبك بنعرف قديش منحب الفن اللي عندك طريقتك تيابك كل شيء هيدي هداك اياها طوني حنا هديني بحلقه من خدني معك وبلبسها على الناس اللي بحبهم لبسها من شي سنتين مع طارق ببروجرام دكتور في اي بي وهلا معك انت طوني بارود بما انه بما انه عم نحكي عن هالجاكيت معلش وسام هيدي التنوره هيدي لمين بدك تسال ماما تعني لك هالتنوره ان شاء الله يطلع كان يلبس تنوره يا رب يطلع التنوره لا 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 بس بدي اقول شغلي انه هيدي التنوره ناديه لوسام صباغ ايه طارق عم بيقول الله كبير فضل ما يكون عندي صوته لهالبسطن دول رد عليك الزلمه بتتذكري ناديه بتتذكري انت خيطتي له اياها لو اكيد خيطه كثير مخيطه كثير وسام خيطت لك كثير انا بدي اعترف عبر شاشه ال بي سي من خلالك توني بارود احلى جلسه هيدي التنوره لالي وسام معلش ليك ما زال اعتراف وبتحس انه وسام صباغ ما عنده مشكله يعني في فينا لانه هيدي الك بتصور على خصرك ما فينا نجربها شويه مو المعروف ب 92 لبستها ما عندي جرأة ارجع البسها طوني لا تغير قياسك بس شو اذا تغير قياسك بس شو البسها هلا على الهوا هلا ليك لا وسام هي الك بدي لك يوم بس قل لي جاوبني على سؤال بيوم من الايام لبستها ايه بس في سبب لا لبستها اليوم في سبب اليوم عيد الام انا برايي انا قالت لي ناديه احلى شيء ارجع اشوفه بهالتنوره ما تكسفها ما تكسف الماما ما تكسف يمكن بتزعلي ماشي منيح مدام ده في يقول لا فينا شباب صبايا بتشجعوا وسام يلبس التنوره يرجع وي سام
وسام صباغ عم بيلبس تنوره ب دخل القميص. طب اذا اليوم اذا اليوم واحد لبس تنوره انا انا مقدره وسام انه جاي لبس تنوره, بس انا بدي اقول شغلي. طارق ماجي لبس التنوره, حرام هالشخص يلي كله موهبه ما نحط له الدينو. الحلقات يلي فيها رأس بشكل كتير حلو هيفا, فيفي عبدو, وسام صباغ. يلا عم هلا حد شوي شوي. ايه حبيب قلبي. طيب كل ما تلبس التنوره بتتوتر. بس بس هلا لازم نقول ليه لبسناها. لا هيدي بستوديو وسام ليه لبست التنوره. هيدي استوديو الفن 92 كانت ماما اطلب منا اشياء يكون عندي سكتش او شيء, فتاخذ قياسه تخيط لي اياها وتنفذ لي كل شيء انا كنت بحاجه له لاطلع اعمل سكتشات. استوديو الفن هيدي كان سكتش. سكتش ب 92 فشيتوا قلبكم. اكتشفنا نحن وياكم باحلى جلسه وبعيد الام فضيحه وسام صباغ. في فضيحه منتقلة فضيحه تانية. اكتشفتي فضيحه على البي بي ام صحيح ماجي؟ صار معك شيء هيك؟ ريان لما عمل تشاتينج مع ريتا. ريان كثير بيحب يعمل تشاتينج. تشاتينج مع راتروت؟ كثير بيحب يعمل تشاتينج, فكنا ويك اند باوتيل, قال لي بدي اعمل تشاتينج مع ريتا. قلت له اوكي, اوقات بيحكي معي يعني بيعملوا تشاتينج. قال لها هاي ريتا والى اخره. قال لها عندك بوي فريند؟ قلت له لا, وصديقتي يعني كبيره يعني مش صغيره. قال لها انا فيني يكون بوي فريند تبعي. بعدين عزمها, قال لها بدي اعزمك لعندي على الاوتيل. قلت له شو بنعمل؟ قال لها اول شيء دغري على الاوتيل, مش انه على السينما قبل دغري. قال لها دينر. قلت له بعدين؟ قال لها بنطلع على الاوضه. هلا هي تطول لترد تفكر اكيد حدا كبير عم يعمل مع تشاتينج. بترجع تقول له حبيبي انت ريان؟ ايه. يلا ايه انا ريان عم بعمل معك تشاتينج. قالت له طيب شو بنطلع نعمل بالأوضة؟ قال لها بنلعب كاش. بالخزينة تبع وسام. قالت له سكتت. سكتت فترة. بعدين قالت له بعد الكاش كاش؟ قال لها بعمل لك مساج. لحظة بعمل لك مساج؟ بعمل لك مساج. قال لها بنحضر تلفزيون. قالت له طيب حبيبي بس انت بالاوضه مع المامي والبابي؟ قال لا, مامي وبابي بغير اوضه, انا وانت لحالي. يا ريان فيني يكون انا معكم؟ اوكي 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 ثانك يو. كشكاش كلنا سوا كشكاش. طارق اصعب شيء الواحد ينحرج قدام يلي بحبها. صايره معك ان محرج قدامها؟ شو ما بدنا هلا عم تعالج منها. جينيك دكتور في اي بي. ما بتصيح. في فتره كان عمري 12 سنه 11 سنه, ما كنت صغير, كنت انه بحب بنت بقول لها هاي. هلا بعدنا رفقه بس, وكانوا انه لو كنا صغار كانت قال انه علاقتنا علنيه, انه اهلي بيعرفوا واهلها بيعرفوا والاهل بيجوا عند بعضهم. فمره ضربت اختي كمان بقول لها. فالماما ركعتني وهي لما تكون يعني تقول كلمه خلاص راكع. كانت جايه لعنا الصبيه مع اهلها, ما كانت تخليني اقوم. فتحت لها الباب وفاتت شفتني راكع بالصالون, وما فيك تركع توطي راكع هيدي معها وهيك. فاتت تخيل البنت اللي بتحبها شفتك راكع يعني هيك كانك كبيت علي مي سخنه هيك. انا ما عاد قعدت الماما بالصالون مع امها والبنت عم تطلع فيها وتعمل لي تطلع فيها تعمل لي هيك. فقالت لها الماما سوري بس ضرب اخته انا عندي الخبيط فمضطره اركعه. قالت لها خذي راحتك بعدني سفقتها قتله بالبيت.
طب هلا بالعلاج عم تتلاقوا انت وياها عم تتلاقى مع على لا انا هون دغري صحيت حسيت انه عم تضحك انا راكع انت اكلي قتلي نحن ما عندنا قضيه في عندك شيء عم بيعزلك بعده شيء طارق لا عسلامته لا ابدا لا بتحب صوته مش عم تركعي هالفتره لا صوت بلا صوت بس بلا ما يغني لقطي شيء مره عم هيك عم بيدخن انا هي خبريه بعرفها بحبها كثير عم تحبي لا في خبريه الدخان يعني لقطي انا ما بحب التدخين وما بحب يكونوا يعني مش صريحين معي في نهار انا كنت بالبيت انا وياه وطلعت بس قولي انا كنت صغير احسن ما يفكروا هلا لا هلا منعوا التدخين مش كثير صغير لا مش كثير بسكوند كنت سكوند كاترين بيو انا اضطريت اظهر من البيت ونحن عنا بالبيت في سقوطه هيدي من يعني بجوا نسيت ورق رجعت على البيت لاخذهم افتح الباب ما يفتح الباب حاولت كثير اخر شيء وعرفته جوا صرت دق طارق طارق يلا يقول لي ظهر من فوتي انا ما بدخن شميت ريحه الدخان قلت له عم بتدخن قال لا كيف لا دغري انا صرت ابروم تواليت فتعت على التواليت طلعت لقيت السيجاره بعدها بعدها التواليت ما هي بتفوش هيدي شو قال لي استاذ البيو هو قالنا ولعوا سيجاره وكبوها بالتواليت قلت له انا ليه قال لا تعمل بش شو هالعب قال عن جد عم بقري قفيت شغله لحتى ما تقول انها كانت قاسيه قلت لها انا استاذ البيو قالنا نجيبوا سيجاره وولعوها وكبوها لتشوف شو بتعمل هي وعم باكل كاف قالت لي شو بتعمل شو بدي اقول لها انا شو بتعمل ما في شيء تعمله غير هيك فش انه هيدا اللي سمعته ريان ريان انت ليه عم بتجمع مصاري بالاجي هلا صار لك عطيونا الفقراء على طول انت بتفكر هيك بتشوفهم لما تتلاقى بحدا فقير بتفكر فيه بتفكر انه هالمصاري بركي ممكن تساعده انه اذا انت شوي مرتاح بتحس انه غيرك لازم يرتاح كمان ايه فاجأني ريان كان اصغر من هيك بكتير فعم بجمع مصاري بلش فقلت له يلا شو بدك تعمل فيهم صار عندك مصاري منيح بدك تشتري بسيكلات قال لي لا 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 هول عم جمعهم تركهم لاكبر بدي افتح بيت للختيرة يلي ما عندهم بيت حلو بيعرف يقول دار عجزة وبعده لهلا وبعده لهلا ما بيصرف منهم ولا دولار الا اذا بيعرف بده يساعد حدا فقير ما بيشتري فيهم شيء لإله ابدا ابدا يلا ريان متمنى حلمك يتحقق كلنا بنجرب نساعد اكيد ان شاء الله حيتحقق المشاهدين عم بيساعدوك بنوحي هالحديث اللي سمعناه الحكي الحلو كثير اللي طلع من تم ريان لنشوف ريان وماجي لوين راحوا شو كان الريبورتاج بنشوفه سوا لا بدي الكوينز بعدين تعطيني كل يوم بصير جمع وبعدني لهلا بجمع لانه بدي اعمر بيوت للفقراء اللي ما عندهم بيوت عيدك يا ماما عيد الأعياد في كل الدنيا بتعيد الأولاد بعيدك يا ماما بعيدك يا ماما بعيد الأعياد كل سنة بعيدك بيزيد عمري السنين وبدعيلك يا ماما انت كل الدنيا لولا من عشية عذبناك شوية تبقي سامحينا بعدنا ولاد عيدك يا ماما عيد الأعياد عيد الأم
كمان يعني مناسبة حلو تتذكري في كل الأمات مش بس أمك، الجنة تحت أقدام الأمهات. يا رب ينعاد على كل أم، وبهالعيد ما يكون ولا أم متروكة ووحيدة بهالعيد، ويا رب ولا أم يكون في عليها شدة بالعالم. تعرفي إنه أم للماما اسمها كمان سلوى؟ كمان؟ تيتا سلوى حلوة مثلك كمان. ميرسي يا حبيبي ميرسي. أنت حلوة كثير. باي 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 بعد هالرفورتاج اللي شفناه وعيد الأم يلي هو عيد الأم بيساوي الإنسانية، والإنسانية الحلوة كتير مع ناس هني الجيل جيل المستقبل يلي هو ريان واللي مثل ريان. شكرا ماجي، شكرا ريان. تابعين احنا وياكم بهالجلسة الحلوة كتير بأحلى جلسة مع أحلى أم بعد الإعلان، خليكم معنا. جانا احنا وياكم لأحلى جلسة مع ماجي بغصن، طارق سويد، وسام صباغ، نادية أمه لوسام، منحب كتير وشكرا لأنه جيتي معنا اليوم. مرسي. سامية كمان تعرفي قديش من قدرك، وريان بيك تشامب، ريان زقف كبيري لريان. ريان إذا شي مرة شفت يعني كنت ماشي على الطريق مع ماجي أمك وحدا ما عرفها شو بتعمل؟ بقول له ها ماجي بغصن. يعني بتلحق وبتلحق ريان هيك بتنكزه بايده بتقول له هاي ماجي، بيقول له ولا وشو بتقول له شو بتعمل ولا وما بتعرفوا ولا ماجي بغصن ولا ما بتعرفوا ولا ماجي بغصن المسله بيقول له يا مامي ما تحرج لا لازم يسلموا عليكي كله يزعل اذا حدا وسام كنت تعرفه بالمدرسة للولد اللي كان يلبس جاكيت حمراء ويضرب الأولاد؟ بتتذكروا؟ كان يضرب أصحابه بيلبس جاكيت حمراء، بتتذكروا؟ إيه هاي شوف شو كنا شو كنت أعمل أنا يزعجني حدا روح شوف وين في حدا لابس جاكيت هيك مميزة كانت تبقى حمراء بتذكر قال له أعطيني إياها شوي البسها روح اضرب اللي بده اضربه وارجع لبسه اياها يروح دغري يستناوله ياكل هو الضرب يعني ليك تكتيك ذكي وفي بعد نظر لا لا في يعني ما إيه؟ كان نادية يعني بالنسبه لحم بعجين كثير فتح بس بهالمواضيع كان يعمل ما قالي بضروب منيح كثير كان يعمل طارق لما كنت تضرب خيك مين كان يتقصص بما انه عم نحكي على القصاص في مرة ضربته لخيي فبلش يبكي كان صغير يعني كنا صغار اثنيناتنا صار يبكي خيي يبكي فاتت الماما على الأوضة قالت ليه عم يبكي إلي؟ أم قال له ضربني طارق ضربني أم دغري هيك بلا تفكير شرحت مش شي هيك لحتى تضربني أم أنا وطيت أم قشت براسه لإلي أم قالت لي ليه وطيت؟ طلعت انه انا حق علي ليه وطيت اما اكلت قتلي لان وطيت نادية كيف كانت من زمان القعده حد الصوبيا حلوه ايه كثير حلوه يعني كان وسام يقعد حد الصوبيا هيك يتدفى هي حلوه يكبر لي المازوت يفتحها تنزل شرشر مرة احترق البيت يعني أنا عبلملي ما هيك احترق شعري احرق البيت وإذا ايه احترق يعني حواليه قد ما بروح أنا بوطيها وبعليها أنا بوطيها وبعليها دفع عفا يا طوني دفع عفا كتير كان يحب ولا بيت ليدفع كتير كان يعمل اشياء هيك غير شيء يعني بحب يشتغل هو بالمازوت ايه وهيك بحب يعني ايه وعلى رواق يعني ما تحسه انه هو بيعمل عملته بيولع بيته ورايق يعني. ايه ورايق كتير شوف انا ما كنت حابب موديل شعر ماما فبوقتها هيك فتحت لها رجعت قلبت الشينيو يعني بهال مع انه هالجلسه مع انه هالجلسه الحلوه اللي موجودين فيها بعيد الام كلنا سوا وماجي مع ابنك بس انه ماجي شو بتقولي لامك اليوم ولبنتك يارا ما انه موجودين معنا بس شو ممكن تقولي لهم
بتحسي انه معقول تغني لشيء لامك؟ ما تطلعي بطارق، فكري لحالك، ما تستوحي ما تستوحي منه، ما يكون الملهم تبعك. بس بدك تغني عن جد ست الحبايب، جرب. بس وحياتك هذا صوت الحقيقي. شو بدي اقول لهم؟ بدي اقول لهم انه انا بحبهم كثير، وفرحة قلبي امي وبنتي وابني. بدي اقول للماما يخلي لنا اياكي، وان شاء الله انا دائما بقول لها قدر ربي اولادي مثل ما انت ربيتينا، ودائما بوجودها بحس حالي صغيره، بحس حالي بنت صغيره، ما بحس اني بكبر ابدا، وما بدي احس هيدا الشعور. الله يخلي لنا اياها يا رب. الا يا رب قطعه مني مثل ما ريان قطعه مني، وحاسه اني الماما دائما بتضل تقول لي، بتنصحني نصيحه كثير مهمه، بتقول لي استثمري الوقت معهم، بكره بيكبروا لحين يظهروا لحالهم. انا على طول بفكر بهالموضوع. بتقول لي اولادك بيعملوا حركه، بيعملوا تصرف، بتنبسطي معهم، استمتعي بطفولتهم. فعن جد عم حس انه نصيحتها كثير مهمه، فاللي عم بعمله اني عم جرب اقعد معهم اكثر ما في، لانه ليه حيكبروا وهم يروحوا. معقول تغني لها غنية هيك شي مقطع صغير لأمك؟ شو نغني لها؟ أنا أحلى غنية لعيد الأم بحبها ست الحبايب يلي غنيها طارق. لا بس فينا نعمل غير فيرسيون، معلش. الله يخليك. غير فيرسيون. إيه ست تعطى غني أنا، بس أجرب غني عن جد. أوكي. قرب لحد. لا لا يا لا بردون، لا لحظة معلش. لك بغني من سؤالي كان محدد. شو؟ ماجي فينا نسمع منك غنية بصوتك لحالك؟ أوكي. بس هيدي الرفيقة الحقيقية هيك بتكون. إيه معلش نحن مش رفقة بهالموضوع، وأمك مش أمك بهالموضوع. هي المهم تكون طالعة من القلب، يعني حتى لو ما صوته، بس أنا بعرف إنه هي طالعة من القلب. طلعت من كتفه هيدي. يعني سوري قد ما عم حاول زبط لك صورتك مشوهة، بس بكفي إنه نفسيتك حلوة. ميرسي. مش مثل وسام يعني. طلع فينا. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. برافو. ما بعرف. سمعتك شي مرة، سمعتك شي مرة سلوى عم بتغني اياها الغنية؟ غنيتي لها اياها. وبنتي كيارا هلا رح لما يشوفوا الحلقة رح يسمعوك عم بتغني. حبيبة جبنالك حبيبة. لك ما أطيها بيارة والله. مدام سلوى بقدم لك طارق سويد من أعظم أصوات يلي أنا ما بتدوصيني أنا؟ أهلين. الله يخلي لك إياهم. شكرا مدام سلوى، كل عيد وأنت بخير. بعد هالمشهد الرائع وكل عيد وانت بخير سلوى ويارا وكل الاميات، بعد البريك رح نكون احنا وياكم مع اخر فكره من احلى جلسه، خليكم معنا. مشاهدين وصلنا احنا وياكم لاخر فكره من احلى جلسه، عاده بنختم والحلقات بتخلص وهيك، بنتمنى عيد الام انه ما تخلص الحلقه، والاحساس وهالشعور والعفويه اللي موجوده بكل الضيوف اللي موجودين معنا اليوم والامهات كمان. ماجي شو كنت بدك تقولي شيء؟ بدي اقول لكم عن جد ثانك يو كثير 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 على هالسربريز الحلوه، عم برجف ما بعرف ليه، كثير تاثرت وكثير كنت بمطرح هيك مأثرة انه عيد الأم وجاي أنا وريان، فكتير حاولت فهم يارا إنه next time أنت، فمجيتها هيك فرفحت لي قلبي، ما بديها تحس إنه بعيد الأم يمكن ريان لحاله معه، وكمان وجود الماما
كمان هيك عزيز على قلبي يعني يكون سلوة. بالحلقة سلوى تاخد لعقلها الله يخليك اياها ويخلوا كل فخليكم أماتكم لكن صور الذكريات الحلوة بصور للضيوف يلي موجودين معنا. بنبدأ أول شيء مع وسام. وسام ونادية مع ماجي. ماجي رح أشوف صورة لألك أول شيء. صورة على الهواء لتحكي لنا عنها أنت بالطريقة يلي بتحبي تحكي فيها ماجي بغصن. حلوة ماجي. هيدا التاج يلي ما بتشلحه يارا. شو طيبة مهضوم كتير. مهضوم. في أهضم من هالخدود. حبيبتي. حبيبتي قمر لأما طالعة إيه توني. هذه صورة لكن ماجي مع ريان ويارا. ويارا. وسام. وسام شو الصورة اللي اختارها وسام صباغ كمان بنشوفها سوا. هيدا التنورة كمان. هيدا وسام. هيدا هيدا كانت ماما تطول لي شعراتي أنا وصغير وجدولة عملت لي جدولتين. بس صار في مشكلة. ساعة تنورة ساعة. ايه وهذا البسكليت بيعني لي كثير على فكره. معقول يكون وسام انثى وتحول؟ انه ممكن. لا مزبوط عن جد هيدا هو ما تحول وخلق سام ما تحول. بدي عمي بيقولوا شيء موجود هيك وراثي بيورث الواحد هالهضامه والاشياء الحلوه عند وسام صباغ من هالام في اهضم من في ما في. طارق خلينا نشوف طارق سويد وسامية شو الصوره اللي اختاروها كمان. اخترت صوره عائلتي اللي بحبها كثير. هول هن خيي الي اختي منال والماما وانا واكيد بتمنى روح البابا تكون بالسما ومفتخر فينا. هول اربع اشخاص هن اهم ثلاثه هن انا معي انا معك ايه دخلك في شيء هيدي هون هال كلها ضربه الي هون على راسه هاي مش شيء لا كان صغير هلا بيضرب لك كلنا سوا لا لا بس قبل علمت بكون طب قول له بتحبهم. صوره كثير حلوه للعائله ساميه الله يخلي لك اياهم ويخلي لك عائلتك نشوف حالنا فيهم نحن اهلك ميرسي. نحن وياكم مشاهدين كمان الصور يلي بنختارهم هيك بطريقه مهضومه بكل حلقه قبل ما نختم نحن وياهم للضيوف ونقول لهم شكرا لهم صور عم نحطهم باخر الحلقه. هالصور بدي اشكركم المشاهدين عم بتساعدوني كثير بتبعتوا لنا صور على الاحلى جلسه طوني هيدي صورة صورة هيدي صورة اللي هي نهار عرسي صورة نهار عرسي زوجتوني وهيدي امي اللي عم تضحك ما بتصور ضحكت بطريقة اكثر من هالطريقة اللي ضحكت فيها بس انا بدي اقول لامي بدي اقول لسامية اللي قلت لك طارق قبل شوي سامية اللي بحبها واللي بيجمعنا مع بعض هو اسمها انا بدي اقول انا بقول لها اما سامية امي شو بترد علي شو بتقول اما الو اما ريتك تقبلها لأما ريتك لأمتك وليدك بالصحة وخلينا الله يعطيكم طول العمر وأيام حلوة خلي لي إياك يا أمي خلي لي إياك هاي كل الوقت أنا وسام كل يوم أما كيفك يا أمي كيف أحوالك يا أمي كل النهار كل الوقت بستفيد من الوقت وبحب أحكي معك وبخاف الوقت يسرقني وبلشت ببداية الحلقة بشكرك لأنه أعطيتيني هالقلب وهالسين ينطق يحكي بكلام لحتى أكون قريبة من الناس بس أنا بدي أقول لك شيء بعرف عم تسمعيني بدي أقول لك إنه مرق هالعمر وما طلبتي شيء طلبي كل وقت عم تقدمي وكل وقت عم تعطي ولا مرة أخذتي شيء بقى أنا اللي بدي أقول لك إنه طلبي شيء مرة أنا بخدمتك حدك تحت إجريك لأي شيء بتحبي تقولي صار وقت إنه كفيكي أنت ما بدك شيء بس أنا بدي أعطيك كل الاحترام لإلك بحبك مشاهدين نحن وياكم بالصور يلي بنحضرهم كل اسبوع بدي اشكركم على طول عم بتتابعوا وبتفوتوا على احلى جلسه على الويب سايت احلى جلسه.com عم تشوفوا العناوين باسفل الشاشه او احلى جلسه فيسبوك سلاش احلى جلسه او فيكم كمان على توني بارود بيج او على توني اندرسكور بارود على التويتر نتابع انا وياكم نكون على تواصل على طول الصور يلي رح نكون احنا وياكم باحلى جلسه بختام الحلقه رح نشوف اول صوره فكره حلوه كثير بالشتي بتعرفوا انه بيكون في كثير رشح زكام بقى مشان هيك عندنا صوره حلوه كثير وسام عم نشوف الورق سامية التواليت موجود فوق على الراس هيك اذا بدك بتخلص بكل شيء كل ما غني انا كل ما تغني يا بتبكي
الصورة الثانية عم شوفها بتسوقي سامية؟ بتسوقي عندك فكرة كتير حلوة على السيارة حتى تكون موجودة على الديركسيون. صورة ولا أحلى من هيك حضرنا لك إياها. ماجي هاي لإلك، هيدي ريان لماجي. بتحطي كل شيء عندك هون، البلاش وكل شيء، لحتى تحطي بودر كمان ميك اب. بكفي انه سوقتكم ولا احلى من هيك. اذا حطيتوا بودر يعني بتحلى بالحوادث. اعلان كتير حلو صيني شفته بشكل كتير رائع، محاولينه للانجليزي، رح نشوفه نحن وياكم نقرا كمان. بيقول الاعلان: بليز كيب تشير اون بوزيشن اند كيب تيبل كلين افتر داينج. حلو، من بعد ما تموتوا يعني خلوا كلين كل شيء، كلين ده مش كلين، افتر داينج. ثانكس فور يور كوربوريشن للشراكة تبعكم. كمان شفت صنف كتير حلو كمان بيترجم للعربي، بنشوفه قدامنا على الهواء، اسمه لبون لي. لي خي لبون لي، انه لي ليش لبون لي. هذا كمان حلو كتير. اعلان كمان مهم، اذا حدا منكم بحب يروح على سالون جورج للرجال، عم نشوف نحن وياكم الصورة على الهواء. سالون جورج للرجال، بتفوتوا على سالون جورج، بتاكلوا، بتتبضعوا، بتشربوا، بتتقلبتكن ايه، واذا فضيت بتحلو. اذا فضيت بتحلو، ما بعرف وين، بس سالون جورج مش هوني كان. هيدا سالون جورج للرجال. اذا بتحبوا مشان عيد الام طارق بتلحقوا حالكم تهدوا امياتكم، فيكم تهدوها، منشوف نحن وياكم فيكم تهدوا فيزو ب10,000 ليرة. فيزو حلو كتير الفيزو. وبالاخر كمان ما بتحلى عيد الام الا ما تهدون كمان لعيد الام، تروحوا على محل تهدون من عند شوكولاتيه. شوكولاتيه. تروح ريان عند الشوكولاتيه وبتهديها كمان. هيدا بالحلو بالاشياء وبالشوكولا. نختم نحن وياكم هالحلقه الحلوه والرائعه من عيد الام. بدي اشكر كل الحضور، كل الموجودين معنا كمان من كل قلبي. وسام صباغ بشكرك. في مناسبات حلوه بعد بنكمل. حرام نختم هالحلقه. هدى عم بتقلي وقلي ابي عاد، انا كمان بالنسبه لي حرام نختم حلقه مثل وسام صباغ. شكرا لك لحضورك ولوجودك واصل لعندك طارق. وسام مبدع وخلاق، وبتشوفوه عم بيضحك بس انا مصور معه، بعرف قديش انسان منتج وبحب وعفوي. بتمنى لك كل التوفيق. شكرا بهالعيد الحلو. احلى من هيك. شكرا لك هالعيد الحلو. ان شاء الله القدرة العظيمة اللي ربنا عطيها وجدها بالأم، اللي هي من خلالها بتتجدد الحياة، شغلة عظيمة كتير. الله ما يعطيهم كل منه الصحة يا رب. شكرا لك طارق سويد. بدي أقول طارق إنه يلي بأيام انحرم من كمان التوازن، يلي هو البي، يلي هو مطرح ما عم بيشوف، مطرح ما عم بيكون موجود وعم بيشوفك وفخور فيك، بعتقد انه من وراء هالام يلي اسمها سامية طلع منك انسان بيكتب، بيمثل، بيعبر. حكيت عنك كتير انك حساس وانا بعرف هيك. بدي اشكرك لان موجود معنا. وبدي اقول انه طارق سويد بعدة مناسبات، حتى ما اقولها تحت الهواء، بعترف على الهواء، فكر فيي كتير، قدرني كتير، دعيني عدة حلقات. انا مقصر مع هالانسان الخلوق بس حبيبي. انا بعوض له اياها، بقولها على الهواء. بشكرك من كل قلبي حبيبي انت. انا بدي اقول لك مبسوط. وانا هون شغل الناس ما بيعرفوها بس انا ما بنساها. انا كان ما بيعرفوا الناس انه انا بلشت تقديم برامج اذاعيه بعمر صغير، كان عمري 16 سنه لما كان عندي برنامج على الاذاعه، وانت كنت اول ضيف لبيت دعوتي وخطرت وكنت موجود معي، فردد لي كثير اشياء. اي وقت بدك اياه بنشوف حالنا فيك. شكرا طارق سويد. زقفه كبيره لطارق. بس بدي اقول كلمه للماما، بحب إلا لهيدي فرصة لحقق شغلي إلا قدام كل الناس، إنه أنا كتير بحبها وإن شاء الله أقدر أدلها 1% من اللي عملتهم معنا. وإلي ومنال بيعيدوها وبيقولوا لها إنه بنحبها كتير، هي أهم. وبنت منال كمان كلارا. هلأ إذا بتقول كلارا بتبكي. كلارا كلارا الله يخلي لكم إياها. ماجي بغصن شكرا لإلك، أم بكل معنى الكلمة، ممثلة رائعة، نفسيتك حلوة، عائلتك أنت وجوزك تاخذوا العقل، الله يخلي لك اياه هون. ميرسي. ونشوف حالنا فيك. ثانك يو. انا بدي اقول لو ما في عيله وام وبي يمكن ما صرت انا ام. فحتى هو بدي عيده بعيد الام لجوزي، بدي اقول يا رب ما بيكون في ولا شده على اي ام بالعالم يا رب. ماجي بغصن شكرا لك. ريان ميرسي لك، نشوف حالنا فيك، ولما تكبر رح تكون مشهور وناجح وبتحب كمان أمك وبيك، عطيوك قلب كتير حلو. بدك تقول شي لمامي بآخر الحلقة؟ بدك تقول لها شي غير إنه تهزلها؟
شو بدك تقول؟ إنه أنا كتير بحبك وأنا بموت فيك. ميرسي لك ريان. سامية شكرا لك. ممنونك لأنه جيتي. سامية أنا كمان وكريستينا وكل أمات العالم وأمي كثير كثير. شكرا لك سامية. أنت أعطيتي قلب وأعطيتي إحساس. وهن منشد إيدنا على إيدك والله يوفقك ويخليكي أم نشوف حالنا فيك. شكرا لك ولحضورك. ميرسي. نادية اهلا وسهلا. اهلا ومرسي. بشكرك لانه حضرتي وبشكرك على كل تضحيه عملتيها لوسام ولكل العائله. احنا كمان بنفتخر فيك ومفتخر بهالشاب الحلو. الله يوفقك ويخليك. شكرا. بدنا ترضي علينا بس. كوني راضي علينا. راضي ونص. شكرا لكم. نختم نحن وياكم الحلقه مع هيك هالنار الحلو الطالع يلي بنحتفل فيه كمان نحن وياكم بعيد الام. كل عيد وانتم بالف خير. الأمهات اللي عم بيشوفونا عبر شاشة LBC، الأمهات بلبنان وبالعالم، هدايا مقدمة لإلكم، وهيدا الكيك منقلكم. كل عيد وأنتم بألف خير. بون فيت ماما. كل عيد وأنتم بخير يما. شكرا لهون مننتهي نحن وياكم، نخلص حالتنا نحن وياكم. أحلى جلسة. إذا فينا وسام والماما وسامية ونادية ماجي تتفضلوا. إذا بدك قومي هيك رمية. أيوة. أحلى جلسة مع أحلى أمهات وسام. نتمنى كل الحلقات يلي فيها أم وبتحكي عن الأم ما تخلص أبدا. بون فيت. العيد وأنتم بخير.